رفضت. هي ما رفضتش يا ابني بالظبط، بس هي قالت انها مش عايزه تتجوز دلوقتي وما بتفكرش في الجواز، ولو فكرت فيها تفكر بعد الجامعه. حلو قوي، خلاص يبقى فريد يخطب شهيره وتكمل دراستها، تخلص الجامعه وبعدين تتجوزه. حتى دي كمان مش موافقه عليها. قول لي يا فريد، هو انت بجد بتحب شهيره؟ ايه لازمه السؤال الحلو ده؟ علشان حاسه ان انت ما بتحبهاش، وكل اللي مستنيه الورث بتاع مامتها من ورا جده بعد عمر طويل ان شاء الله. افرضي فريد، بلاش ترمي نفسك على واحده مش عايزك. انت الف واحده تتمنك. انا هفهمك يا خلود، بعد عمر طويل الحج ان شاء الله لو فريد اتجوز شهيره هتبقى ثروه شهيره وامها تحت ايدينا احنا. انت نسيت يا بابا، جدي ما عندوش اي ابن ولد بعد خالي خالد الله يرحمه، وده معناه ان محروس ولاده هيورثوا برضه من جده. انت بتقول ايه؟ هما مين اللي هيورثوا؟ هو مش ده شرع وقانون يا بابا؟ محروس وولاده مش هيطلوا مننا مليم احمر، حتى لو كان اخر يوم في عمرهم كمان. ازاي بقى يا بابا؟ بقول لكم ايه، جدي لازم يكتب الورث باسمك واسم اخواتك عشان بعد عمر طويل ان شاء الله محدش يورث معاكم. محدش يقدر يقنع جده بحاجه مش عايز يعملها. انا يا حبيبتي انا اقدر اقنع جدك، بس انا بس مستنيه الوقت المناسب اللي فاتحوا فيه. بقول لكم ايه، خلونا في موضوع شهيرة. بالمناسبة منى قالت لي إن شهيرة هي اللي أقنعت بابا إن ناصر يرجع مدير في المصنع. شهيرة؟ أيوة شهيرة، ما أنت عارف طول عمره ما بيرفض لهاش طلب، بيقول إنها يتيمة الأب علشان كده بيدلعها حبتين. عرفت بقى خلود؟ عرفت لما أنا قلتلك نتمسك إن فريد يتجوز شهيرة كان عشان إيه؟ وهي هتتجوزي بابا غصب عنها. أنا عندي فكرة. قولي قولي يا أم الأفكار. أخبار الشغل يا ناصر؟ الشغل ماشي زي الساعة، لو تحب حضرتك تراجع ورايا شغلي أنا تحت أمرك. أنا أراجع وراك أنت ناصر؟ مش حضرتك المدير؟ آه، بس أنا ناصر لو مدير عام على الناس كلها ما ينفعش أكون مدير عليك أنت. والله؟ ها؟ وده من امتى الكلام ده؟ من دلوقتي يا ناصر. ناصر انا عارف ان انت مش مصدقني وان انت زعلان وشايل من باين عليك، بس صدقني يا ناصر كل اللي حصل ده غصب عني، انا ماليش ذنب فيه، وعشان اثبت لك حسن نيتي انا هعوضك عن كل اللي فات. تعوضني؟ هتعوضني ازاي يا فخري بيه؟ هزود مرتبك 50%. 50%؟ يا فخري ده شارب حاجة ولا ايه؟ شارب كاس الود والمحبة اللي بينا يا ناصر.